وقد لا يكون هناك تغيير جذري في الوضع الحالي في ايران كما تعلم النظام الايراني يعني مهتم اكثر بحيويته ببقائه مهتم اكثر ببقاء المنظمات التي هي جزء منه مثل الحرس الثوري وغير مهتم كثير بوضع المواطن الايراني العادي وجدنا مثلا المظاهرات التي تمت في عهد اوباما والتي قضى عليها النظام وكذلك المظاهرات التي كانت جاريه في ايران في السنه الماضيه ولم تهتم الاداره الايرانيه بهذه المظاهرات ولا بالشعب الايراني لهذا السبب عندما بدا النظام الخميني في الوجود ركز اهتمامه على الحرس الثوري وبصوره خاصه على الاستقلال الذاتي للحرس الثوري بحيث يمكن للحرس الثوري ان يبقى سليما في ايران طالما ان الحكومه تعطيه الحق في القيام باي مشروع تجاري يراه مناسبا فاذا اوجدوا منظمه تجاريه في ايران بامكانها ان تبقى على قيد الحياه بغض النظر عن الوضع بالنسبه للشعب الايراني وهذا ما يحصل الان يعني العقوبات قاسيه جدا ولكن لا تؤثر في نظام في النظام الايراني وبصوره خاصه ليس لها ذلك التاثير الكبير في المنظمات التابعه للحكومه الايرانيه ولكن تاثيرها كبير على على بقيه الشعب الايراني لا شك بانضمام ايران كعضو دائم في منظمه شنغهاي للتعاون هل تعتقد بانها انهت تماما كل فرص الغرب اذا كانت على مستوى الولايات المتحده او الدول الاوروبيه في على ايران من اجل ان لا تتحول الى دوله نوويه والمنظمه شنغهاي ليست جديده استحدثت بعد ان انهار الاتحاد السوفيتي وهي تضم عددا من دول اسيا الوسطى بالاضافه الى الصين وروسيا. لم تنجح كثيرا الى الان ولا اعتقد بانه سوف يكون لها تاثير يعني انضمام ايران الى هذه المنظمه لا اعتقد بانه سوف يكون له تاثير كبير على علاقه ايران ببقيه الدول الاوروبيه وغيرها. والايران تشكل مشكله كبيره للولايات المتحده اولا لانه السبب الرئيسي الذي حدا بالرئيس اوباما بان يجري مفاوضات بما يسمى بالتفاهم النووي او الاتفاق النووي مع ايران هو لان ايران كانت ترمي الى انتاج القنبله النوويه هذا يعني بان انتاج القنبله النوويه سوف يغير الوضع السياسي والعسكري في الشرق الاوسط وبصوره خاصه بالنسبه لاسرائيل يعني يهدد امن اسرائيل ليس فقط الأمن يهدد وجود إسرائيل، وهذا ما يقول تقوله يقوله السياسيين في إيران بمحو إسرائيل من الوجود. كذلك يهدد بقية منطقة الخليج العربي. إذا كان لابد من أوباما بحسب تقديره آنذاك بأن يعقد معاهدة أو اتفاق مع إيران يرمي إلى الحد من نشاطها النووي بحيث أنها لا يمكن أن إذا وجدت هذه الاتفاقية كما حصل سنة ال15 بأنها لا ليس باستطاعتها إنتاج القنبلة النووية في غضون سنة واحدة ولكن التفاهم النووي او الاتفاق النووي لم يمنع ايران من انتاج القنبله النوويه بعد فتره من الزمن كما تعلم هناك حدود لهذه الاتفاقيه هذه الحدود تهدف الى انتهاء المفعول ببعض اجزاء من هذه الاتفاقيه مثلا الاتفاقيه تقول بان على ايران ليس باستطاعتها استعمال الطرود المركزيه السريعه السريعه ولكن بامكانها استعمال الطرود المركزيه التي التي تنشط او او تخصب اليورانيوم بمعدل خمسه الي عشرين